الفيديو ده هشارك معاكم النهاردة سناك صحي مناسب قوي للناس اللي بتحب النقنقة وبتحب تاكل حاجة حلوة وهي بتعمل دايت، كمان مناسب للأطفال لو ما بيحبوش ياكلوا الفاكهة. الفراولة بالدارك شوكولات. الفراولة سهلة قوي ومتوفرة جدا. بنجيب الفراولة بنغسلها كويس وبنسيح الشوكولات على حمام مائي او في المايكرويف وبنضيفها للفراولة، وممكن نضيف الفاكهة اللي احنا حابينها. الفراولة كل 100 جرام منها فيهم 32 كالوري، فعلشان كده هي مناسبة جدا وقليلة السعرات قوي وسهلة قوي ان انا اضيفها لنظامي الغذائي كسناك. كمان الفراولة فيها فيتامين سي وحمض الفوليك، ودول مهمين جدا لصحة القلب. الفراولة كمان مليانة مضادات اكسدة وبالتالي بتقلل من الاصابة بالامراض. الفراولة فيها الياف كتيرة جدا وفيها مية كتيرة جدا، وده بيدي ترطيب للجسم لما بناكلها. كمان نسبة الالياف اللي موجودة في الفراولة اللي هي نسبة عالية جدا بتساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم. نسبة السكر في الدم بتسيطر عليها وبتقللها ما بتعملهاش ارتفاع مفاجئ. كمان الفراولة فيها فيتامين سي ومليانة بمضادات الأكسدة، فبالتالي هي مناسبة جدا لصحة البشرة وصحة الجلد، وكمان مناسبة لالتئام الجروح. وبس كده، دي كل فوائد الفراولة وهي قد ايه مهمة ومهمة لينا، وطعمها حلو وشكلها حلو وينفع اضيفها للنظام الغذائي بتاعي من غير ما تعلي السعرات بتاعت اليوم بتاعي. اتمنى تجربوها، وهي سهلة قوي وما فيهاش اي حاجة، وهتشجع الولاد قوي ان هم ياكلوا الفاكهة، وان هم اي فاكهة انت يعني هم رافضينها حطيها لهم بالشكل ده، هتشجعهم ان هم ياكلوها. واي حاجة كترها اكيد في ضرر، فيعني ناكل منها باعتدال لان هي ممكن تسبب اعراض حساسية لبعض الناس. وبس كده، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ولو ما اشتركتوش في القناة بفكركم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. شكرا.